صحيح، تعدي عليه ندبك. شفتك في المباراة كنت بتعنف لاعبتك علشان خاطر كانوا بيعترضوا على الحكم، وكانوا حصل تدخل ما بينهم وما بين لاعيبه الزمالك، وانا يعني شويه بعرف اقرا لغه الشفايف، كنت بتزعل اللعيبه بتاعتك انه كل واحد يبعد ما تتكلمش وخليك في الكوره وابعد بعيد. كنت قلقان انه حد يحصل على بطاقه حمراء طبعا كنت طبعا قلقان طبعا منها. وانا يعني اللعيبه كنت بعاند بالذات، يعني انا عندي طبعا لعيب محمد جابر اللي هو ميدو اخر واحد كان واخد انذار، وكان في يعني احتكاك من لعيبه من الزمالك، وجي قال لي ان في لعيب شتمه وامه وتف في وشه، قلت له ما تحاولش شتمه وتف في وشه؟ بدون ذكر ما يعني الكلام ماشي. ده حصل، فانا زعقت له قلت له الكوره وارد فيها كل حاجه، ده فريق كبير وخسران ممكن تلاقي حاجات يعني تستفزك، فما تخرجش عن شعورك عشان ما تضطرش. انت معاك مش هو ده اللي واقف على الكوره؟ واقف على الكوره وعاقبته النهارده بخصم 5000 جنيه من مستحقاته، واحنا طبعا مستحقاتنا يعني على قدها، بس يعني ايه خاصه 5000 جنيه ده ممكن مرتبه بقى كله ولا ايه؟ بالظبط. وعنفته جامد النهارده، لان انا قلت له عيب، انت بتلاعب برضه فريق كبير، احنا مش نازلين نعمل شو، احنا نازلين بنبحث عن احنا فريق برضه ما زال فريق مش كبير، فريق صغير عايزين نقعد في الدوري، عيب. احترامنا للخصم ده مهم جدا جدا، واللي انت عملته ده اساءه لينا، والكلام ده اساءه لنفسك، اشمعنى انك تعمل كده، انت نازل تعمل شو ايه؟ انت النهارده مهدد بالهبوط، ايه اللي انت بتعمله؟ فطبعا اللعيب بصراحه محترم وامتثل للقرار واللعيبه، وكان عندي محاضره عنيفه ليهم جدا النهارده على الحاجات دي، لان انا مش عايزه ده يعني ارساء لمبدا التقدير والاحترام، ودي حاجه طبعا محترمه منك برضو. طبعا انك خد بالك دي خبرات بتبقى منقوصه عند اللاعبين، وانت كنت لعيب كبير وفاهم ده كويس قوي، انك تزود الخبرات عند اللعيبه بالحاجات اللي شبه كده علشان يبقى عندهم يعني الى حد كبير عمق وهم بيتعاملوا في الماتشات الصعبه اللي شبه كده يعني.